طيب من الإبرة للطيارة في النادي موجود من فضل الله. فريق قدم كما ذكرت يا وجود، أشكرك على إطراءك. اليد ثلاثية تاريخية، وصلنا كأس العالم، أحمد الله عز وجل. والله يا وجود كان في الوحدة، للأسف في الوحدة كفريق للأسف عانينا سنوات وحنا نلعب ما حققنا بطولات، لكن أحمد الله عز وجل أنه كنت بعد بتوفيق الله عز وجل من ضمن الأسباب وصول الوحدة للعالمية، حتى هذه ذكرت في احدى المواقع، مباراة بايرن ميونخ اسم الوحدة في العالمية في اعتزالي، تأهل الوحدة لكأس العالم في كرة اليد للأندية واللعب ضد برشلونة في السيمي فاينل عالمية مرتين. الحمد لله كان ربنا وفقني ان اكون لي بعض السبب فيها الحمد لله. في النهاية اوريك الفرق يعني في العمل. للأسف الاخوان اللي قلت لهم لا تسوي صراعات، اول واحد قلبوا علي انا والله، كانوا يتكلموا في المجالس الخاصة، كنت اكذب طلعوا في الإعلام، طلعوا للأسف عرفت أنه خبرتهم الضعيفة والناس اللي دخلوا فيهم سيطروا عليهم فبدأوا، وهذا النهاية يا وجود، هذه النهاية. طيب شو السبب؟ فتحوا عينهم لمن لم هذا سبب استغنائهم عن بعض اللاعبين اللي كانوا اللي أنت استقطبتهم في وقت إدارتك؟ نعم. أنه يعني لا يحسب شيء على إدارة حاتم؟ بالضبط هذه المعلومة يا وجود 100%، برافو عليك. يعني جاء والله جاتني قبل لا تصير، قلت لا مو معقول يوصل هذه الدرجة، لا من جد اتجننت، يعني قلت مش معقول يوصل هذه الدرجة. والله يا بجود أعطيك شيء ثاني يا بجود، يعني أقول لك شيء، تمشي الجدعاني، ريناتو، شافيز، الزوري، الصقور، خط الدفاع الخلفي كله الوحدة، شوف إيش قابلها أضعف دفاع هذا الموسم الوحدة، كم هدف في الوحدة؟ 56 مدري 55، واللي راحوا يلعبون اساسي في الانديه الثانيه، صح ولا لا؟ اساسيين ونجوم في الانديه الثانيه، النمر، سيب النمر، النمر ما تبغى اساسي احتياط، صالح العمري في ابها الان، نجم ابها، ما تبغى اساسي احتياط، عندك دكه قويه. اعطيك شيء يضحك، وهذه اول مره اقولها، والله ما اتمنى تقولها اليوم. رئيس نادي، ما بقول اسماء انا اللعيبه عشان ما اقول اسم رئيس النادي، رئيس نادي تصلبي اول ما مسكت الاداره هذه، كيف حالك حاتم؟ قال لي الحمد لله انك مشيت، فكيت انا كنت ماسك الوحده ما ادري ايش، ايش فيه؟ قلت له، قال لي الله يعينكم على الاخوان دول في النادي، قلت له ايش فيه؟ قال لي اعطيتهم لاعب ما ابغاه واخذت لاعب ابغاه، شوف وضحكت عليهم واخذت مليونين فوقه. مسكت راسي قلت له تمزح؟ قال لي والله. قلت والله لو عندي لا تاخذ اللاعب ولا تاخذ فلوس ولا تاخذ ريال، لكن للاسف يعني اشياء كثيره بوجود الواحد ما بيتكلم. احنا همنا الان، والله همنا الان الفريق هذا طبعا يحتاج معجزه يوم الاحد، نتمنى ان تحدث هذه المعجزه، ولكن على الجمهور الوحداوي الحبيب انه يعرف اشياء كثيره، والله كوارث صارت في النادي. يعني اقول جمله اخيره بس بوجود، بالله اقول ولا ما في وقت؟ يلا اخر شيء قول. اخر شيء، لما لقوا الفلوس في 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 في, في البنك، الكاش، كان في لاعب عندنا عصام الجبالي اسمه، لاعب تونسي جبناه من روزنبورغ النرويجي، بطل الدوري النرويجي 26 سنه، اول اسبوع وفتحت فتره التسجيل وقت استلموا هم. اسالكم الان، لاعب ما تبغاه اوكي من حقهم ما يبغوه، يبغونه عقده، كانت فاتحة الفترة وتعرف الصيفية شهرين، ايش تسوي في لاعب ما تبغاه؟ ايش تسوي فيه؟ بالله يا ابو نايف وابو تركي وابو جو، ايش تسوي فيه؟ مشيه، لاعب ما تبغاه تسوقه، ايش يعني. ايش يا سلام عليك، تسوقه صح؟ ايه؟ تعيره او تبيعه عشان لا تقع في شرط جزائي صح؟ صحيح مضبوط؟ تعرف ايش سووا؟ من اول اسبوع، عشان في ناس انا للاسف راحوا قالوا الناس اشياء اخرى، انا بوضح هذا عشان كذا. تعرف ليه ايش سووا؟ شافوا كاش في البنك، انهوا عقده ومليون يورو وتفضل. اللاعب الان في الدنمارك، روح شوف ارقامه كيف عاليه، سهل جدا كان تسوقه، لاعب دولي 26 سنه 27 سنه، مليون يورو خذ يلا كده. اللاعب اتجنن مو مصدق اخذ مليون يورو، البنك مليان شيل وارمي يا اخي، تسوقه لاخر يوم في الشهرين صح ولا لا؟ تبيعوا
بوتيه لما اعطوه دليل بوت اخر شيء بوتيه لما اعطوه للهلال بوتيه ترى من ايام الامير محمد بن فيصل اللي بيمشيه حتى كان بيعطيني هو وياخذ انسلمه قلت له لا ما ابغى لا بوتيه ولا شيء تعطيني بوتيه الوحده اوكي بوتيه متى اخذ الوحده من الهلال في اخر يوم في فتره التسجيل شوف الهلال شوف الفن قاعدين يسوقوا اللاعب هم ما يبغوه لكن ما الغوا عقده عشان لا ياخذ صرف جزائي تسويق حتى اخر ليله اخذوا الوحده وهذا كلام مؤكد اخر ليله فتره التسجيل في تلك السنه شوف الفن شوف الشغل لكن للاسف يقول لك فلوس الوحده فين راحت والفائض ما استفدنا منه ما استفدتوا منه عشان كذا قاعدين ترموه هداكم الله شمال يمين لكن نتمنى ان الوحده تبقى ويرحل من لا يليق بان يكون في الوحده فاصل قصير بعده نعود